خالتي صالحي مجاهدة، نموذج للمرأة الجزائرية التي ناضلت بشبابها من أجل تحرير الجزائر. نكتشف المزيد عنها في تقرير سراب الحور ومهدي خيدر. هي خالتي صالحة التي وهبت شبابها خدمة للثورة الجزائرية في سبيل تحرير بلد المليون والنصف مليون شهيد، بالرغم من أن عمرها أنذاك لم يتجاوز 12 عاما. واحد النهار مشيت نقول لك حاجة، مشيت فايتة واحد 300 كيلومتر، مشيتهم في الليل وعاودت وليت. هذا الاسم صالحة كوبتاغ عطاه لي عميروش الله يرحمه. فوالا ايه، وعزيز عليا هذا الاسم. ثاني هكا في شعري قالني صالحة كوبتاغ تستقل الجزائر، قالني والدار اللي تكوني فيها نديرها ميزي. خالتي صالحة تحضر اليوم لمذكرة حياتها لتسرد فيها حكايتها مع المستعمر الغاشم وما مرت به من عنف، ظلم وحتى استعباد، وتقول للأجيال القادمة أن ثمن الحرية غالي. نحضر المذكرة باش نخليها للأجيال، نخليها إن شاء الله للأجيال، باسكو عندي ما نحكي على المجاهدة الريف. مجاهدة الريف هما اللي عانوا، عاشوا حنا عشنا لوبيراسيون جومال، عشنا الباراشوتيس، عشنا لي كون، عشنا بزاف. خالتي صالحة نموذج للمرأة الجزائرية التي كافحت من أجل استقلال هذا الوطن، ها هي اليوم تحتفل بعيدها حرة ومستقلة، فهنيئا لك بعيدك أيتها المناضلة.